ما هو الطريق الذي يوصلني إلى الجنة من هذه المناهج والطرق والأحزاب في العالم الإسلامي؟ المخرج من ذلك هو التمسك بكتاب الله بالفهم الصحيح وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فاته علم ذلك فليذهب إلى أهل العلم ويسألهم ويستفيد منهم حتى يسلك طريق الحق في حياة العمل على بصيرة، فيقدم على الله عز وجل بخير زاد. وهل من نصيحة إلى هذه الجماعات؟ حقيقة الإسلام لا يقر إلا بجماعة واحدة، الذين اجتمعوا على معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه. والحق ما جاء في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نشره العلماء السائرين على نهج السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. والمراد بالجماعة من اجتمعوا على الحق، عرفوه وعملوا به في كل شأن من شؤونهم، ودعوا الناس إليه وتمسكوا به حتى أتاهم من ربهم اليقين. وقال مرة أخرى: الجماعة الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على هدي كتاب الله وصحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من الجماعة، ولو لم يكن إلا فرد واحد فهو الجماعة. والحمد لله بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهؤلاء هم الجماعة، تمسك بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وما عدا ذلك من الفرق التي خالفت معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة، سواء مخالفة كلية أو مخالفة جزئية، كلهم ابتعدوا عن الحق، سواء ابتعادا كليا كأهل الشرك والكفر، أو ابتعادا دون ذلك كمن وقع في البدع من أهل الإسلام وألحق الضرر بنفسه والضرر بغيره، كدعاة الحزبيات على اختلاف أنواعها من جماعة كذا وجماعة كذا، وهذا لا يليق بمن أكرمهم الله عز وجل بالصراط المستقيم، الكتاب العزيز والسنة المطهرة. والله أعلم.